الفرس العجيب، حكاية من التراث السلافي. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان هناك شاب يدعى إيفان. سأمسك بك اليوم. ما الذي يريد أن يفعله إيفان؟ قبل بضعة أيام قام شخص ما بتدمير حقل القمح الذي يملكه إيفان، لذلك صمم على أن يمسكه وينزل به العقاب لأنه خرب حقل القمح. ها هو قادم. إذن فهذا الحصان هو الذي حطم حقل القمح. الذي تستحقه. بكى الحصان بمرارة وطلب الصفح والسماح، فتأثر إيفان وعطف عليه وقرر أن يسامحه. وردا للمعروف الذي أسداه إيفان للحصان، فإن الحصان كافأه بحصانين جميلين وثالث غريب الشكل، فسارع إيفان لبيعها في السوق. الحصانان الجميلان أدهش الناس بمنظرهما العجيب، أما الحصان الآخر الغريب الشكل فقد جعل الناس يضحكون من شكله كثيرا. إنه ذو أذنين طويلتين وجسم مليء بالوقع، وكان له سنامان كسنامي الجمل. يا له من حصان عجيب. انظروا انه يشبه الحمار. حتى لو كان لديك اذنان طويلتان وعلى ظهرك سنامان فانك ستظل حصانا متميزا. ما قاله ايفان هو الحقيقة، اضافة الى ذلك فان هذا الحصان بسناميه الغريبين قادر على القيام باعمال لا يستطيع حصان اخر ان يفعلها. وحينما سمع ملك تلك البلدة بخبر الحصان طلب رؤيته، فماذا حصل يا ترى؟ كل هذا المبلغ؟ كيف تريدني أن أدفع لك كل هذا المبلغ لك هذه الخيول البائسة؟ ولكن سيدي. أخرس، أرموه خارجا هو والحصان الأحدب. هيا. يا له من رجل غريب. لا تقلق يا إيفان، أترك الأمور لي أنا وسأتصرف. إيفان انتظر، أرجوك أن تفعل شيئا. هذه الخيول مزعجة، افعل شيئا من أجلها. اهدئي أيتها الخيول، اهدئي وكوني هادئة جدا. رائع. وهكذا تقرر أن يعمل إيفان سائسا في إسطبل الخيول. ما رأيك يا عزيزتي؟ هذه الخيول الرائعة سوف أهديك إياها. كانت ملكة القمر تزدر الملك وتستخف به، لكن الملك كان يحبها كثيرا ويتمنى أن يرضيها. أو يا عزيزتي قولي لي، ماذا تريدين أن أهديك؟ طائر ناري. أحضره حالا. سارع الملك في تنفيذ ذلك، حيث أمر إيفان أن يصيد لها ذلك الطائر. في الحقيقة أن الملكة لا تريد هذا الطائر أبدا، إلا أنها أرادت أن تتخلص من هذا الزوج. أخذ إيفان الفرس العجيب والقليل من عصير العنب وبعض حبات الذرة، وسار في طريق بحثه عن طائر النار، وقطع مسافات طويلة بين الغابات والوديان والجبال.
يجب علينا أن نسرع. كان الفرس يعلم بأن الأشعة الساطعة خلف الجبال هي أسراب من الطيور النارية التي كانت تبحث عن الطعام. وجد إيفان أسرابا من تلك الطيور عند بحيرة كبيرة خلف ستة من الجبال. اتبع إيفان كل تعليمات الفرس بدقة، سكب عصير العنب على حبات الذرة وقذفها أمام الطيور كي تأكلها. الآن طارت الطيور عاليا فصبغت السماء بالذهب، عدا طائرا واحدا أكل حبات الذرة المخضبة بعصير العنب فاختل توازنه. يا له من طائر جميل. أحسنت. حتى بعد أن أعطى الملك الطيور النارية لزوجته فإنها لا زالت ترفضه. طلبت الملكة شيئا آخر، ألا وهو خاتم صغير عند حوت كبير يعيش في أعماق البحر. وسارع الملك حالا وأمر إيفان بالذهاب إلى هناك والمجيء بذلك الخاتم. راقب إيفان الحوت الكبير فوجده مضطجعا في البحر. أوه أيها الحوت الضخم، يا ملك البحار، أرجوك أن تعطيني الخاتم، أتوسل إليك. تأثر الحوت كثيرا من توسلات إيفان فوافق أن يعطيه الخاتم، لكن على شرط واحد، وهو أن يعالج إيفان الحوت من مرض وألم قوي في بطنه. الحوت كان قد هاجم الكثير من السفن في البحر وهي كانت السبب في آلام بطنه المبرحة. بدأ إيفان يمرر ذيل حصانه على جسد الحوت ويداعبه. أنك تدردقني. نجح إيفان في علاج الحوت، وتقديرا لجهوده الكبيرة أمر الحوت الكبير أتباعه أن يبحثوا له عن الخاتم. أعطى الزوج الخاتم إلى زوجته لكنها أصرت على رفضه. ماذا أفعل من أجلك؟ أخبريني. سيدي، أنت رجل كبير جدا وأنا لازلت في 17، يجب عليك أن تدخل في 3 قدور لكي تستعيد شبابك وتكون شابا رائعا. وطلبت الزوجة من زوجها أن يغمر نفسه في قدر مليئة بالحليب المغلي وأخرى بالماء المغلي وثالثة بعصير العنب. لكن ماذا أفعل؟ 1، 2، 3، لا يعطني القوة. سأطلب من إيفان أن يغتسل هو أولا. فكرة رائعة، لم أنا مفكر بها. أحضروا إيفان حالا. سيدي، تريدني أن أغطس في القدور؟ لماذا يا سيدي؟ لماذا؟ إيفان لا تقلق يا إيفان، اترك كل شيء لي أنا، سأساعدك. غمر الفرس ذيله في قدر الحليب ثم نثر قطرتين منه على إيفان. إيفان تستطيع أن تغطس الآن، هيا. إن إيفان لم يحترق. حسنا، أستطيع أن أجرب أنا. لقد تحول إيفان إلى رجل قوي جدا. فسارع الزوج حالا وغطس في الحليب المغلي بعدما شاهد ما حدث للبطل إيفان. أي يا إلهي، إنها تغلي. لكن يجب أن لا أقول بأنها تغلي. نعم، من أجل أن أستعيد شبابي. أجل، يجب أن أستعيد شبابي. لقد كان الزوج غبيا فعلا وبقي داخل القدر فترة أطول. ماذا تعتقدون قد جرى له؟
أصبح الزوج العجوز طفلا صغيرا جدا، فتمكنت الزوجة من أن تطلقه. بعد ذلك تزوج الشاب إيفان من الزوجة المطلقة وعاش بمحبة وأمان. أما الطفل فقد قرر إيفان أن يعتني به حتى يكبر.